مجلس النواب يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل ويقرر استضافة وزير المالية والتخطيط لبحث قانون الأمن الغذائي. تحالف إدارة الدولة يعقد اجتماعاً لبحث آليات تشكيل الحكومة المقبلة، وبرزاني يؤجج نار الجدل الكردي. العراق يتوجه نحو البرلمان الدولي لحفظ سيادته من قصف جاريه، وهزة ارتدادية تضرب أمن البصرة. تتابعون في نشرتنا أيضاً إدانات محلية وعالمية لاقتحام قناة الرابعة، وجهود كوادرها تعيد الحياة لشاشتها بعد ساعات من التخريب. أهلا بكم في نشرة تفصيلية تأتيكم من قناة الرابعة الفضائية. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين المقبل بعد تأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية، وكان المجلس قد عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 198 نائبة. كما وناقش المجلس في جلسته تطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي من قبل الوزارات، فيما قرر استضافة وزير التخطيط خالد البتال ورئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي واللجنة المشرفة على المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، فيما ناقش البرلمان القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق. هذا وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عزم مجلس النواب تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضيه. وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الجلسة أن العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي. العراق أو مجلس النواب العراقي سيشارك في اجتماعات البرلمان الدولي الـIPU. سيتقدم العراق بطلب إلى البرلمان الدولي كبند طارئ في عادة البرلمان الدولي. هنالك بنود طارئة تطرح، سيتقدم العراق ببند طارئ، مجلس النواب العراقي ببند طارئ لحفظ سيادة العراق والتضامن الدولي لحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات من أي جانب كان ووقف التدخلات في شؤون العراقية. سنتقدم بهذا الطلب وسنسعى إلى الحصول إلى تضامن دولي بما يتعلق بها. رئيس البرلمان وجه أيضا اللجنة المالية باستضافة وزير المالية بالوكالة ووزير التخطيط لبحث التقاطع الحاصل في تنفيذ قانون الأمن الغذائي. التقاطع الحاصل بتنفيذ قانون الأمن الغذائي بين وزارتي التخطيط والمالية، اللجنة المالية يتم استضافة وزيري التخطيط والمالية والدوائر المعنية في وزارة التخطيط ووزارة المالية يوم غد أو بعد غد بحد أقصى، وتعلمون إجراءاتكم في جلسة الاثنين. اللجنة المالية يتم استضافة وزير التخطيط في اللجنة المالية ووزير المالية ووزير المالية وكالة طبعا، والكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ الخطة لقانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي يوم غد أو يوم الاثنين بحد أقصى، وتعلمونا في الجلسة القادمة ما وصلت إليه من نتائج. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح القوى السياسية إلى الانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. صالح في كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوي طلب بعقد حوار جاد تشترك فيها القوى الأساسية في البلاد. سيمر عام كامل على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة. من هنا ومن هذا المقام أدعو مخلصاً
جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن لإيجاد حلول للأزمة القائمة، وذلك ليس بالمستحيل عبر تعاون وتكاتف الجميع تحت سقف الوطن والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لإقرار الموازنة المعطلة وتمشية أمور الناس وإدارة المرحلة القادمة. شعبنا العزيز يستحق الكثير وينتظر بنفاذ الصبر تشكيل حكومة معبرة عن قراره الوطني المستقل وإرادته في العيش الكريم الحر والمضي في طريق الإصلاح الحقيقي. طرح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مخرجا للخلاف الكردي بشان رئاسة الجمهورية. بارزاني دعا إلى اختيار مرشح الكرد لمنصب الرئيس في برلمان كردستان العراق، لافتا إلى أن البرلمان يضم جميع الناس في الإقليم. وبين بارزاني أن أي مرشح يحصل على الأغلبية يكون مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية والذهاب به إلى بغداد. وردا على مقترح بارزاني أكد الاتحاد الوطني أن المقترح فيه مخالفة دستورية وقانونية، كون البرلمان الاتحادي هو المعني باختيار رئيس الجمهورية وليس برلمان كردستان العراق الذي يعتبر مؤسسة فتية ليس لها القدرة على هكذا مواضيع. عضو الاتحاد فائق يزيدي قال أن الديمقراطي لن يستطيع الظفر بالمنصب كونه يدخل سباق منصب رئاسة الجمهورية بحصان أعرج وفق تعبيره، لافتا إلى وجود الكثير من الملاحظات على تركيبة برلمان الإقليم. أعلنت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف استمرار المناقشات بين الأحزاب السياسية للاتفاق على رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة وإنهاء حالة الانسداد السياسي. إعلان تحالف إدارة الدولة يعني بدأت اجتماعات وجلسات مجلس النواب للاستئناف مرة ثانية، وما زالت المناقشات بين الكتل والأحزاب السياسية مستمرة سواء في البيت الكردي أو في البيت الشيعي للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية ومرشح رئاسة الوزراء ليتم الإسراع بتشكيل الحكومة القادمة واستكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الانسداد والاختناق السياسي السائد. إذن مشاهدينا الكرام، أزمة رئاسة الجمهورية نبحثها مع عضو الاتحاد الوطني السيد غازي كاكائي. أهلا ومرحبا بك سيد غازي، أنت معي عبر شاشة الرابعة عبر السكايب من السليمانية. ما موقف الاتحاد من مبادرة بارزاني التي دعا فيها الاتحاد إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية داخل برلمان الإقليم؟ تفضل. نعم، شكرا لك ست فاطمة، وتحية لك ولمشاهدين الكرام. أهلا، ونبارك عودتكم من جديد قناة الرابعة. صراحة الحوارات مستمرة بيننا بين الاتحاد والديمقراطي بخصوص حسم جزئية رئاسة الجمهورية، يعني كما جاء في تقريركم وكما في سؤالك، يعني لا نستطيع حل خلاف بخلاف آخر باعتبار الملفات الخلافية بين الاتحاد والديمقراطي متعددة، ومنها انتخابات إقليم كردستان والبرلمان الحالي في إقليم كردستان. لذلك نحن نختار رئيس لجمهورية العراق ليس رئيس إقليم كردستان، حتى نذهب إلى قبة برلمان إقليم كردستان ونحسم ملف رئاسة الجمهورية. يجب أن لا نقزم مؤسسة رئاسة الجمهورية ومرشح رئاسة الجمهورية أو رئيس لجمهورية العراق. رئيس جمهورية العراق هو معني لكل العراقيين من بصرة إلى أربيل وسليمانية والموصل، لذلك يجب أن نحسم
رئيس جمهورية العراق في قبة برلمان الاتحادي في بغداد. والاتحاد مع وضع يعني الصراحة وضع موعد لانتخاب رئيس الجمهورية، وتبقى الفترة إذا استطعنا مع الديمقراطي حسم هذه الخلافات التي موجودة بيننا، بالأخص ملف رئاسة الجمهورية، ودخلنا بمرشح واحد أو مرشح الاتحاد باعتباره هو استحقاق الاتحاد الوطني في البيت الكردي، وإذا لم نستطع يعني بالتأكيد العلوية الدستورية تفرض نفسها باعتبار يعني لا نستطيع أو الاتحاد لا يريد أن يكون جزء من عرقلة الذهاب إلى تكملة الاستحقاقات الدستورية، يجب أن نذهب بمرشحين ونحسم ذلك في الفضاء الوطني. ممتاز سيد غازي، كلام منطقي وواقعي وأقرب للحقيقة والوضع القانوني والدستوري. طيب، قادة الإطار يؤكدون أن المهلة التي منحت للقوى الكردية لحسم أمر رئاسة الجمهورية ليست مفتوحة سيد غازي، إذن يعني متى ترى هذه الأزمة النور؟ يعني صراحة الاتحاد والإطار وحتى كل مواطنين العراقيين لا يستطيع انتظار البيت الكردي. رئاسة الجمهورية يجب أن تنتخب، ورئيس الجمهورية يجب أن يكلف شخصية لتشكيل الحكومة. المواطن العراقي يعاني، والعراق يواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية، لذلك علينا الذهاب إلى تشكيل حكومة تكون بمستوى طموحات الشارع العراقي. لذلك نحن أيضا نشعر بالمسؤولية، يجب أن لا نكون جزء من عرقلة الذهاب لتكملة الاستحقاقات الدستورية. يجب في هذه الفترة نتفاهم على الأقل أسبوع أو إلى تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية. تفاهمنا، لم نتفاهم علينا أن نحسمه في الفضاء الوطني. يعني الجميع يعلم حتى الإطار التنسيقي يعني عليه ضغوطات كبيرة وعليه مسؤوليات كبيرة، كما عليه وبقية شركاء مع الإطار التنسيقي. أيضا هناك ضغوطات من جماهير بشكل عام على الإطار وبقية القوى السياسية للذهاب إلى تكملة الاستحقاقات الدستورية. يعني هناك باعتقادي يعني اليوم سيكون هناك اجتماعات في بغداد بين تحالف إدارة الدولة، لربما تكون هناك الضغوطات يعني أزيد أو المساعي بشكل أكبر لحسم هذه الجزئية. إذا استطعنا حسمها خلال اليوم أو غد أو خلال هذا الأسبوع نحسمها، إذا لم نستطع يعني بقية القوى لا تستطيع أن تنتظر البيت الكردي لتحسم مشكلتها. طيب، في ظل بأن في بغداد هناك الأجواء هادئة، لربما يكون اليوم الاجتماع بين تحالف إدارة الدولة، وثم أيضا سيأخذ بالتأكيد بمشورة سماحة السيد مقتدى صدر للذهاب إلى قبة البرلمان وحسم ملف رئاسة الجمهورية، وثم تشكيل الحكومة أو تكليف شخصية لتشكيل الحكومة. نعم سيد غازي، يعني ننتظر هذا الاجتماع ونتمنى أن تكون النتائج إيجابية لتشكيل الحكومة المرتقبة. طيب، في سؤال لحضرتك، يعني لماذا اليوم هذا التمسك والإصرار على ترشيح شخص الدكتور برهم صالح من قبل الاتحاد؟ يعني صراحة يعني العراق كما أسلفت يواجه تحديات كبيرة، وفي هذه المرحلة يعني كما يعنينا ويعنيكم ويعني الجماهير ويعني كل مواطن عراقي هذه المؤسسة أو شخص رئيس الجمهورية، في ظل التحديات الكبيرة يجب أن نختار شخصية تكون مؤهلة لهذه المسؤولية. وفي نفس الوقت باعتبار الاتحاد الوطني في فترات سابقة أو دورات سابقة نجح في هذه المسؤولية، الاتحاد متمسك بالرئيس برهم صالح ومتمسك في هذه المؤسسة الدستورية المهمة. هذه من ناحية، يعني صراحة من ناحية أخرى علينا الحفاظ على الأوزان السياسية. أكثر من 17 مادة دستورية بغير مباشر تحث على الذهاب بالتوازن السياسي وبالتوافق بين الأطراف والشركاء. عندما الدستور ألزم النصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في مادة 70 بغير مباشر للحفاظ على الأوزان السياسية، لذلك علينا الحفاظ على الأوزان السياسية والاتحاد متمسك. وفي نفس الوقت يعني يطرح هنا وهناك مرشح التسوية، الاتحاد غادر هذه التسمية باعتبار عندما الاتحاد يضع شخصية لمسؤولية
هو يتحمل مسؤولية كما كان يقول في المراحل السابقة الإطار التنسيقي. يعني كانوا يقولون يجب الإطار هو ينتخب أو يختار شخصية للحكومة القادمة حتى هو يكون مسؤول أمام الجماهير. الشخصية التسوية عندما يفشل أي جهة أو أي قوة سياسية لا تضع نفسها أمام المسؤولية وتتحمل مسؤولية الفشل. لذلك القوة الفائزة أو القوة التي تريد تدخل في منافسة تضع شخصية لتتحمل مسؤولية النجاح والفشل. الاتحاد مع هذه الرؤية، لذلك متمسكين بمؤسسة رئاسة الجمهورية، وهذه المؤسسة لكل العراقيين، ليس فقط للاتحاد والديمقراطي والكرد بالأحرى، وإنما الاتحاد يرى بأن يجب أن يكون الشخص مرضي لأهل البصرة قبل أهل أربيل وسليمانية، يكون للموصل قبل منطقة أخرى. ممتاز، كل كلام حضرتك جزيل الشكر لك عضو الاتحاد الوطني سيد غازي كاكائي، كنت معي عبر سكايب من السليمانية. كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن وجود لقاء مرتقب لتحالف إدارة الدولة لتحديد المسارات والمواقف النهائية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام التيار الصدري للمشاركة في الحكومة الجديدة. ماضين مع الشركاء في الاتفاق الجديد أو التحالف الجديد، سميه ما شئت. اليوم إن شاء الله أكو لقاء لتحالف إدارة الدولة من أجل تحديد المسارات أو تحديد المواعيد ومعرفة المواقف النهائية. نأمل إن شاء الله أن يتحدد سقف زمني للأخوة الكرد من أجل ترشيح رئيس الجمهورية لإكمال الوضع الدستوري والقانوني لتشكيل الحكومة. جميع الدعوات التي وجهت للسيد والتيار الصدري للاشتراك بالحكومة والتفاوض والانعقاد مفتوحة. الكتل وخاصة الإطار التنسيقي دائما هو السباق لدعوة الأخوة الصدريين للحوار والتفاوض والتفاهم والنقاش والاشتراك، أما الانسحاب فهو قرار خاص بالتيار الصدري. تواصل القوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف إدارة الدولة حراكها لإكمال ما تبقى من استحقاقات دستورية وسط ضغط دولي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. بإمكان أي قائد عراقي أن يجر البلد إلى نزاع دام. بعد أن دخلت إحاطة مجلس الأمن الدولي كضاغط خارجي على الكتل لإنهاء الأزمة، تواصل القوى النيابية ولا سيما المنضوية في تحالف إدارة الدولة حراك لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء في جلسة يتم تحديدها حال إنهاء التوافقات. أوساط سياسية بيّنت ضرورة التعجيل في إنهاء التوتر السياسي الذي تشهده البلاد لإقناع المجتمع الخارجي وتحقيق استقرار داخلي. أكيد اليوم الحوار مهم جداً، لأن الحوار دائما هو من يضبط البوصلة السياسية. أيضا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار كل الكتل السياسية المتصدية للمشهد السياسي الإحاطة التي قدمتها بلاستر في مجلس الأمن، والمجتمع الدولي لا يمكن له أن يستمر بهذا السكوت، وهذا أكيد ستنعكس على الواقع العراقي وعلى العراق بصلة درجة. لذلك أنا أعتقد اليوم القوى السياسية معنية بذلك، وعليها أن تبذل قصارى جهدها لبدء خطوات إيجابية أو تقدم خطوات إيجابية تقنع المجتمع الدولي والشعب العراقي بالدرجة الأساس على أنها عازمة على المضي بتشكيل حكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية وأيضا وفق الدستور والقانون. فيما يرجح مراقبون أن القوى السياسية تبلورت لديها قناعة بأن الحوار هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد قبالة تراجع موقف الصدر وقبوله بمبدأ الحوار، وإن كان مشروطا فهذا يعني تنحية للمتبنيات المتشنجة الماضية ووفقا جديدا لرؤى تشكيل الحكومة.
بلورت قناعات، وخصوصا الضغوطات الخارجية كبيرة والضغوطات الداخلية أكبر، لذا تحتم عليها أن تصل إلى يعني مطاف يعني يصل بالشعب العراقي إلى بر الأمان. وفي خضم مستجدات حراك تشكيل الحكومة، دعا رئيس أقليم كردستان لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية من قبل البرلمان الكردي من خلال عملية التصويت، وإن أي مرشح يحصل على الأغلبية يكون مرشح الكرد لمنصب رئاسة الجمهورية. مسارات متعددة ومتبنيات معقدة هي ما فاقمت الأزمة السياسية في البلاد، وقناعات بأن الركون إلى الحوار هو المخرج الوحيد لمغادرة أو إنهاء هذا المشهد. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة ينضم معنا عضو تيار الحكمة سيد عمر السامرائي. أهلا ومرحبا بك سيد عمر، ضيفا كريما على شاشة الرابعة. أهلا وسهلا بكم الكرام. أهلا بك سيد عمر. يعني البرلمان اليوم قادر على عقد جلساته كما واضح، لماذا لا يتم الضغط على الكرد لحسم ملف رئاسة الجمهورية؟ تفضل. عفوا، يبدو الصوت غير واضح. كان سؤالي لك سيد عمر إن كنت تسمع جيدا، يعني البرلمان قادر على عقد الجلسات كما هو واضح، وكانت اليوم جلسة منعقدة في قبة البرلمان، لماذا لا يضغط على الجانب الكردي من قبل القوى السياسية أو مثلا الدعوة إلى حوار مفتوح من جديد لحسم ملف رئاسة الجمهورية العالق الآن ما بين أطراف الكرد؟ تفضل. نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لا شك أنه اليوم البرلمان العراقي والتحالفات الأخيرة التي حدثت، وخاصة تحالف الدولة الجديد اللي هو يضم الكرد، البيت الكردي بشقيها الاتحاد والديمقراطي، وأيضا البيت السني بشقيها السيادة والعزم، وأيضا الإطار التنسيقي. بالتالي اليوم نحتاج إلى تفاهمات فيما بين البيت الكردي، بين الاتحاد والديمقراطي، للوصول إلى داخل قبة البرلمان بمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا لم يتفقوا فيما بينهم سوف يذهبون إلى داخل قبة البرلمان للتصويت على مرشح سواء كان من الديمقراطي أو الاتحاد، بالتالي سوف يعف يعني يصعب و طيب سيد عمر، يعني كما هو واضح أن الإطار التنسيقي ماض بتشكيل الحكومة القادمة وكما ذكرت الآن، وبمرشح واحد لرئاسة الوزراء وهو السيد السوداني. طيب هل الإطار سيكون مقتدر على تمرير حكومة السوداني؟ اللي هو تعارف الدولة والأيام القليلة القادمة هي كفيلة بترشيح يعني باختيار السيد السوداني رئيسا للوزراء المقبل. بالتالي الحكومة المقبلة هي حكومة توافقية، بالدليل الكرد اشتركوا بالحكومة والسنة اشتركوا بالحكومة والإطار التنسيق المتمثل بالشيعة. كل الأطراف السياسية تركت هذه الحكومة، والأخوة إذا القصد على الأخوة في التيار الصدري، الأخوة في التيار الصدري هم انسحبوا بملء إرادتهم، وإذا أرادوا أن يشتركوا في هذه الحكومة أبواب الإطار والتحالف مفتوحة للمضي بتشكيل كابينة وزارية من كل الأطراف السياسية ومن ضمنها الكتلة الصدرية. نعم، جزيل الشكر لك على كل هذه التوضيحات. ضيفي الكريم السيد عمر السامرائي، كنت معي مباشرة، عضو تيار الحكمة.
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك من يتحين الفرص للإخلال بالأمن العام مستغلاً الظرف السياسي السيء. عضو اللجنة ياسر ووتوت استبعد أن يتحول الوضع الحالي إلى موجة استهدافات كون الجهد الاستخباراتي ينشط في جميع المحافظات العراقية، فضلاً عن أن الأجهزة المقاتلة تقوم بواجباتها على الرغم من التحديات التي تواجهها، كاشفاً عن وجود جهات تسعى لاستغلال الوضع السياسي السيء للبلاد وانشغال القوى السياسية بحل الأزمة السياسية الراهنة الإخلال بأمن العراق. وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة البصرة تمثلت بلواء متكامل من 8000 جندي على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة. محافظ البصرة سعد العيداني أكد أن اللواء الذي وصل سيكون بإمرة قائد عمليات المحافظة. أضاف العيداني أن مقر اللواء سيكون داخل مجمع القصور الرئاسية وسيتحرك باتجاه المدينة لتنفيذ الواجبات التي يكلف بها ومن ثم يعود إلى مقر إقامته، مبينا أن هذا اللواء وصل لتعزيز أمن المحافظة واستقرارها وسيكون بإمرة قائد العمليات وينفذ الواجبات الأمنية وفق تعليماته. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن آخر الأوضاع في محافظة البصرة ينضم إلينا مراسل الرابعة من هناك الزميل إيهاب المالكي. أهلا بك يا إيهاب، حدثني عن آخر الإجراءات الأمنية وعن الأوضاع بشكل عام في المحافظة، تفضل. نعم أهلا بك فاطمة. في الحقيقة دخلت قوات أمنية وصفها سيد محافظة البصرة هي تعزيزا للقوات الأمنية الموجودة في محافظة البصرة. هذه القوات قوامها 8000 عنصر من الجيش العراقي، يكون مقرها داخل القصور الرئاسية، تخرج إلى أروقة مدينة البصرة لتنفيذ العمليات المناطة والواجبات المناطة لها، ومن بعدها تعود إلى مقر عملها هو القصور الرئاسية. يعني على خلفية الخروقات الأمنية المتكررة التي شهدتها محافظة البصرة خلال الأيام الأخيرة، أصبح لزاما على الجهات المعنية توفير الأمن وتعزيز الأمن بأكثر ما يمكن لتأمين حياة الناس. هناك صواريخ تطلق باتجاه القصور الرئاسية، هناك مواجهات مسلحة تكون بالقرب أو داخل القصور الرئاسية، مما دعا الجهات المعنية و قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع بإرسال لواء متكامل من الجيش العراقي دخل إلى محافظة البصرة، وهذا اللواء يتمر بأمرة القائد قائد عمليات البصرة. أيضا البصرة مقبلة على استحقاقات رياضية أخرى، مقبلة على استضافة خليجي 25، مما يتطلب وضع أمني أكثر استقرارا. كما وضح محافظ البصرة أسعد العيداني بأن مهام هذه القوات هي تنفيذ عمليات خاصة و تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين، بالإضافة إلى عمليات دهم وتفتيش وللقبض على والحد من النزاعات العشائرية، بالإضافة إلى الحد أو حصر السلاح في يد الدولة فاطمة. ممتاز. طيب إيهاب، كيف هو الجهد الاستخباري في محافظة البصرة، وهل من قطوعات أمنية وأيضا قد تكون قطوعات يعني كونكريتية في جسور أو شوارع البصرة، أم الوضع الآن جيد في المحافظة؟ يعني لم يكن هناك أي قطوعات في محافظة البصرة عندما كانت المواجهات المسلحة على أشدها، لم تشهد محافظة البصرة أي قطوعات في شوارعها الرئيسية أو جسورها الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك غياب الجهد الاستخباري في محافظة البصرة، البصرة كانت على وشك الانهيار الأمني. ليليا هناك صواريخ كانت يوشك تطلق على منازل السكان وترويع العائلات البصرية، بالإضافة إلى المواجهات المسلحة العنيفة التي تستمر لثلاثة أو أربعة ساعات يوميا. هذا يتطلب بالإضافة إلى تعزيز أمني أو استخباري كبير. شهدنا يعني محافظة البصرة تشهد غياب لهذا الجهد، مما دعا القائد العام للقوات المسلحة وأيضا العمليات المشتركة بتعزيز
العناصر الأمنية الموجودة في محافظة البصرة. أيضا السيد قائد عمليات البصرة صرح وقال بأن هذه القوات جميعها ستأتمر بأمر قيادة عمليات البصرة وتحدد واجباتها ضمن المخطط الذي المرسوم أو العمليات المرسومة من قبل قيادة العمليات هنا في محافظة البصرة. يعني منذ ليلتين والبصرة تشهد استقرارا أمنيا ملموسا لدى سكان المحافظة هنا، غياب يعني صواريخ الكاتيوشا وأيضا غياب المواجهات المسلحة التي استمرت لأيام في أروقة أو داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة. للعلم فاطمة، القصور الرئاسية تجمع عدة دوائر أمنية وخدمية، يعني هناك جهات أمنية منها الاستخبارات وخلية الصقور وأيضا هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى جهات أمنية أخرى عليا. هذه الدوائر جميعها مقرها ومركز عملها هو القصور الرئاسية، مما يعني بأن هذا المكان وجوده حساس واستهدافه هو أيضا استهداف للأمن القومي في محافظة البصرة. بالإضافة إلى ذلك يعني وقوع الصواريخ على منازل الآمنين ومنازل سكان محافظة البصرة، يعني هذه هي الصواريخ خلفت أضرار كبيرة، أضرار مادية لدى سكان محافظة البصرة باعتبارها استهدفت أكثر من 4 بيوت هنا في محافظة البصرة. هذه البيوت مجاورة للقصور الرئاسية في محافظة البصرة. ممتاز يا إيهاب على نقل الصورة والمعلومة بالدقة، جزيل الشكر لك، وبردا وسلاما لبصرتنا الحبيبة. كنت معي من محافظة البصرة الزميل إيهاب المالكي مراسل رابعة. هذا وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي قد نجا من محاولة اغتيال عبر مجموعة مسلحة اعترضت طريقه في محافظة البصرة. الخزعلي في تصريح عقب نجاته من محاولة الاغتيال أكد أنه تم التعرف على من قاموا بمهاجمته وقام دعوى ضدهم، وأضاف أن ما تشهده البصرة من تداعيات يتطلب موقفا جديا من الحكومة الحالية للتصدي للجماعات الخارجة عن القانون. ما تشهده محافظة البصرة من أحداث وتداعيات خطيرة على المستوى الملف الأمني تتطلب موقف حقيقي من الحكومة الاتحادية للتصدي إلى الجماعات الخارجة على القانون. واليوم أثناء قيامنا بأحد الواجبات الاجتماعية تعرضنا إلى محاولة اغتيال من مجموعة من الخارجين على القانون في قضاء الهارثة، وبالتالي تصدت لها القوة اللي موجودة من قطعات الجيش العراقي، بعد أن قاموا بقطع الشارع والرمي بكثافة على موكبنا، لأنه لولا تدخل هذه القوات أعتقد أنه لكان الأمر بموقف آخر أو موقع آخر، ولكن الحمد لله. أعتقد أنه مسؤولية الجميع حفظ أمن المواطنين ومسؤولية الحكومة أنه استتباب الأمن وتفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة وملاحقة المتورطين بهذه العملية الإرهابية، هذه العملية الجبارة. بعد أكثر من 5 أعوام على تحقيق النصر تستمر العوائل النازحة بالعودة الطوعية إلى مناطقها. يأتي ذلك في وقت تؤكد وزارة الهجرة وجود 40,000 عائلة لا تزال تقطن المخيمات في الإقليم. ما زالت العودة الطوعية مستمرة للعوائل النازحة إلى مناطقها، وخاصة العوائل التي نزحت إلى المخيمات. وأما دائرة الهجرة والمهجرين فرع الحمدانية فمستمرة باستقبال العوائل التي ترغب بغلق ملف النزوح لديها، حيث استقبلت أكثر من 42,000 عائلة. بالنسبة للمكتب الحمداني استقبل لغاية الآن 42,896 عائلة مسجلة حاليا في قاعة بيانات العائدين، موزعين على النحو الآتي: عندنا حمدانية مركز قضاء الحمدانية واحد والقرى التابعة لها 9,315، ناحية برطلة 12,721، وناحية بحشيقة عندنا 17,873، وعندنا ناحية النمرود 2,789. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها سكان عانوا لسنوات من وطأة داعش، إلا أنه لا تزال العديد من الصعوبات ترتسم أمامهم وتنقصهم الكثير من الاحتياجات الضرورية،
وبحسب الإحصائيات فإن من مجموع 42 ألف عائلة قدمت استمارات خاصة بمنحة الحكومية 9000 عائلة فقط تسلمت تلك المنحة. وين وعود الحكومة؟ يعني لحد الآن ما مستلمين 1.5 مليون. نطالب من وزارة الهجرة والمهجرين أن صرف منحة 1.5 مليون. رجعنا لبيوتنا، بيوتنا مدمرة، بيوتنا فارغة من كل شيء، ما باقي. احنا شنو 1.5 مليون؟ 1.5 مليون يعني اذا تجي على الشغلات اللي شفناها وما ظل عندنا كل شيء، رجعنا على البلاط. ووفق ارقام وزارة الهجرة والمهجرين فان 40 ألف عائلة لا تزال تقطن 26 مخيما باقليم كردستان، و 1442 عائلة في مخيم الجدعة جنوبي الموصل. والأرقام في ازدياد بعد عودة النازحين من مخيم الهول. المعرقلات الخدمية والخلافات العشائرية وعدم دفع التعويضات لإعمار بيوتهم المهدمة أسباب تقف أمام عودة ما تبقى من النازحين. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أمهلت لجنة حقوق الإنسان النيابية وزارة العدل مدة 15 يوما لتزويدهم بتفاصيل الأموال والأطعمة المخصصة للسجناء. رئيس اللجنة أرشد الصالحي قال أن اللجنة وفي معرض ملاحقة ملفات الفساد في ملف عقود الطعام في السجون العراقية، فإنها تقدمت بطلب إلى وزارة العدل لتقديم تفاصيل الأموال المخصصة ضمن تلك العقود، كما تضمن الطلب تفصيل نوعية الأطعمة ودور الحوانيت الشخصية وتفاصيل الشركات التي تم التعاقد معها. شكلت وزارة المالية لجنة تحقيقية لتقصي مصير الأموال المفقودة في هيئة الضرائب العامة، وبحسب وثائق حصلت عليها الرابعة فإن الوزارة أوصت اللجنة برفع نتائج تحقيقاتها بأسرع وقت، كما وجهت مصرف الرافدين وهيئة الضرائب بإيقاف صرف الأمانات الجمركية والضريبية. ولفتت الوثائق أن الوزارة ستشكل لجنة تحقيقية أخرى لرفع التوصيات ونتائج التحقيقات إلى هيئة النزاهة. دعت لجنة النزاهة النيابية إلى منع السفر كوادر عليا في هيئة الضرائب لحين انتهاء التحقيقات باختفاء 800 مليون دولار لدى مصرف رافدين. عضو اللجنة أحمد الربيعي في مؤتمر صحفي قال أن الجهات الحكومية والرقابية مطالبة باتخاذ توصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين ومنعهم من السفر وكشف الحقائق كاملة للرأي العام. طالبت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بسحب مسودة قانون وزارة الكهرباء من جدول أعمال المجلس لدراسته ووضع التعديلات المناسبة له بما يضمن تحقيق المصلحة للمواطنين. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت أن اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب خالد السامرائي ناقشت العديد من المحاور من بينها قانون الربط الكهربائي في الأردن، كما قررت إرسال كتاب إلى وزارة الكهرباء يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية بهذا الشأن. قرر مجلس النواب استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة أسباب شح المياه وتأثيراتها على القطاع الزراعي. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن رئاسة البرلمان وبعد تلقيها طلبا من قبل لجنة الزراعة النيابية موقعا من 25 نائبة، قررت إضافة فقرة الاستضافة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. قناة الرابعة، نؤمن بقدسية الخبر، نؤمن بالصوت الحر العراقي. ستعود الرابعة كما هي والمنهج لن يختلف. السلامة لقناة الرابعة الغراء، السلامة لمنتسبي قناة الرابعة.
لأننا لا ننتهي أبدا، نواصل بقوة ونرجع أقوى. شكرا لكم. بصوتك وفكرك وسلطتك. أهلا بكم من جديد. بعد التخريب الذي طال أجزاء كبيرة من أقسام قناة الرابعة الفضائية، تعود هذه المحطة الفتية إلى السباق من جديد وبوقت قياسي بسواعد فتيانها لتأخذ مكانها بين كبرى المؤسسات الإعلامية إن لم تكن على رأس قائمتها. هي كالعنقاء تنهض من الرماد خلقا جديدا. نعم، هذه هي الرابعة، تنهض من عمق الدمار لتعود بوقت قياسي إلى أثير حرية الرأي وترفع كلمتها من جديد. فهذه المؤسسة كخلية النحل التي لا تكل من العمل ولا تمل. جهود بذلت في أقل من 48 ساعة أعادت كل ما تم تخريبه في الاقتحام التخريبي، لتؤكد إنها تسير على النهج القويم وإن عاديات القمع لن تستطيع إسكاتها. هنا غرفة أخبار الرابعة، حيث يصنع الخبر وتصاغ الكلمات بعد إن أحالها المقتحمون إلى خراب، تصاغ من جديد وفق الإمكانات الهندسية الحديثة لتستكمل مسيرة المؤسسة التي تصدرت أولويات المواطن العراقي وهي ذات العمر الفتي. البرامج والهندسة والسيطرة والرصد كلها أقسام تم تخريبها، إلا أن فتيان الرابعة آلوا على أنفسهم إلا أن يعيدوا تركيبها وترقيتها لتدخل حيز الخدمة مرة أخرى. هذا هو عماد التواصل الاجتماعي، وهنا يصاغ المحتوى الإلكتروني. فالهجمة الشرسة لم تستطع إسكات هذا الصوت، ولم تستطع خنق أنفاس الموقع الإلكتروني للرابعة نيوز، وهو الذي استطاع منافسة مواقع مخضرمة في عالم الأخبار. هنا الرابعة يا سادة، فهي تنفض الركام وتعود بعد الدمار خلقا جديدا لتستكمل مسيرتها في ملاحقة الأخبار ونصرة المحروم ومن لا صوت له. وبعد أن دمر أتباع تير الصدري أجهزة قناة الرابعة والروعوا منتسبيها، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من القنوات والمنصات التي تنتمي للتيار الصدري بمنشور نقله ما يعرف بوزير القائد. أقصر الصدر النشر الرسمي على 3 صفحات يحق لها نشر التوجيهات والإرشادات، وهي صفحته الخاصة على تويتر، وصفحة المكتب الخاص، وصفحة وزير القائد ومصلح محمد العراقي، مبينا أن كل ما عداها لا يمثل التيار كصفحة رسمية، بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية أو صفحات قال عنها إنها مضرة ومحرضة على العنف والفتنة، من غير ذكر ما فعله أتباعه بممتلكات قناة الرابعة.
بكم من جديد إلى الملف الدولي. أكد حزب الله اللبناني أن التهديدات الإسرائيلية حول قضية ترسيم الحدود مع لبنان لا قيمة لها. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش أن القيادات الإسرائيلية لا تفهم بلغة الدبلوماسية والحوار، لافتا إلى أن موقف لبنان الموحد والمستند إلى معادلة المقاومة جعل إسرائيل في إرباك خطير. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن بلده لم يتلقى ردا رسميا على جوابه الأخير عن مسودة ترسيم الحدود. وأوضح بري بأن لبنان لا علاقة له بالتسريبات الإعلامية حول رفض إسرائيل الملاحظات التي قدمتها بيروت، وأنه معني فقط بالطرق الرسمية والتي تأتي حصرا عن طريق الوسيط الأمريكي. فيما لفت إلى أن ما يجري من حديث في الإعلام الإسرائيلي حول رفض مقترحات لبنان صراع داخلي انتخابي. يعاني سكان بيروت من ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى انعدام القدرة الشرائية في المدينة. التفاصيل مع مراسلتنا في لبنان هبة عياد. لم تعد النزهة على الكورنيش البحري لبيروت فشة خلق لذوي الدخل المحدود كما كانت، فهي صارت مكلفة إلى حد صار معه فنجان النسكافيه هذا يحسب له حساب. هودي 2 و2 مي 100,000. يعني فرقت كتير. معلوم من السماء للأرض، بس الحمد لله ماشي الحال. بس اللبناني بده يبسط حاله وين ما كان. يعني الحمد لله. مو بالصحة منيحة. صح. هذا ناهيك عن كلفة البنزين لتقصد المنارة التي تغيرت معالمها، فلم نجد عربات العرانيس التي اشتهر فيها هذا الكورنيش مثلا، ولا حتى أنواع الباعة الأخرى بسبب انعدام القدرة الشرائية. إذا بدك تجيبي أشياء للترويقة كعائلة بدهم يقعدوا هيك أكيد ممكن، يعني كل شيء بده ينعمل له حساب بالضبط. هلا إذا واحد بس لا تمشي يعني ما إنه إذا لسا استحليتي شيء يعني صراحة، فما بعرف كيف الأسعار. البنزين يعني يلا بارتفاع الدولار يعني. حتى أن معالم روادها غابت عن وجوههم البهجة، فهذا حديث في السياسة، وهناك آخر عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. يعني اللي صابر على الحكام الأوادم ما رح يصبر على شوية سمك. نوعية البشر تغيرت، نفسيتهم تغيرت، حياتهم تغيرت، التسامح، الحب راح، التعصب موجود، الجنون اللي بلا طعمه موجود، ما يعني كل شيء تغير. هو الأزمات لها تأثير كبير على نفسيات العالم، بس البشر قلبها تحجر. الله يعين هالبحر شو بده يحمل، يعني هموم البشر كلها بهالبحر. أما للصياد الهاوي فقصة مع البحر والرزق على الله. من 20 سنة كل يوم لازم أجي، كل يوم كل يوم، بس لما غلى البنزين ستوب بالأسبوع مرة. البحر غني بس المواد اللي بدك تستعمليها للصيد غالية، يعني إن كانوا طعمة ولا الخيطان ولا سنينة وصارت مكلفة، ولا البحر فيه سمك بيعرف وقته، بتعرف شو طعمه، شو السنارة بتحطي لها، شو الخيط بتحطي لها، شو الطعم، كل سمكة ولا طعمه. الخيط والسنينير والطقالات والطعوم اللي ربطة الخبز كنا نجيبها ب 1,500، طب هلا 20,000، وأنا عم بصاد هلا بالخبز ما عم بصاد بالطعم الأساسي للمرمور، الطعم الأساسي للمرمور صار العلبة حقها 120,000 كنا نجيبها ب 7,000. كل أصناف الناس يجمعهم الكورنيش البحري لبيروت، من الغني إلى الفقير، إلى الهاوي للصيد والرياضة حتى السواح. أما اليوم فما هو المتنفس الوحيد لأصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة قد لا يعود كذلك، فالنزهة عليه صارت مكلفة بالنسبة لهؤلاء. من بيروت هبة عياد، قناة الرابعة. ومن لبنان إلى روسيا، حيث انفجرت شاحنة على جسر رابط بين إقليم القرم وروسيا وأدت إلى تدمر جزء من الجسر. وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية بأن التفجير أدى إلى اشتعال النيران بقطار ناقل للوقود وانهيار جزئين من الجسر دون خسائر بشرية. وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
في الأثناء أعلن الكرملين تشكيل لجنة تحقيق عليا في حادثة التفجير على جسر القرم من الوزراء والقادة الأمنيين المعنيين. وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم، وتشمل وزير الطوارئ ألكسندر كورينيغوف ووزير النقل فيتالي سافيليف، إضافة إلى رئيس إقليم القرم وقادة أمنيين آخرين. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل ويقرر استضافة وزير المالية والتخطيط لبحث قانون الأمن الغذائي. تحالف إدارة الدولة يعقد اجتماعا لبحث آليات تشكيل الحكومة المقبلة، وبرزان يؤجج نار الجدل الكردي. العراق يتوجه نحو البرلمان الدولي لحفظ سيادته من قصف جاريه، وهزة ارتدادية تضرب أمن البصرة. تابعتم في النشرة المسائية من الرابعة أيضا إدانات محلية وعالمية لاقتحام قناة الرابعة، وجهود كوادرها تعيد الحياة لشاشتها بعد ساعات من التخريب. إذن مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة. جزيل الشكر على المتابعة، إلى اللقاء.